مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم بلال إرواسكا في موضوع تقني يخص كوبرانيت. اليوم سوف أشرح طريقة الحصول على اشتراك 14 يوم من البلايستيشن بلس وأيضا اشتراك البي اس ناو الذي يسمح لك بلعب معظم الألعاب مجانا كجي تي اي 5 أو جود اوف وور سواء عن طريق الانترنت أو تحميلها على البلايستيشن الخاص بك مجانا، وأيضا يسمح لك بلعب معظم الألعاب البلايستيشن على الكمبيوتر الخاص بك كيفما كانت المواصفات فقط عن طريق الانترنت وبواسطة برنامج PS Now. وطريقة الحصول على الحساب سهلة وبسيطة فقط عن طريق الهاتف، كما يمكنك إعادة إنشاء الحساب في كل مرة عند انتهاء مدة الاشتراك. وبدون الإطالة أكثر فلنبدأ. قبل البداية في الشرح أود أن أطلب منك طلب بسيط، وهو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد ولكي تدعمني بتقديم محتوى أفضل وبسيط يمكن للجميع فهمه. وفي البداية جميع الروابط التي سوف أذكرها في هذا الفيديو سوف تجدها في صندوق الوصف، وأيضا طريقة إنشاء الحساب لن تستغرق معك أكثر من 5 دقائق، لكن أنا مع الشرح المبسط سوف يستغرق معي بعض الوقت. سوف تدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بالبلايستيشن وتضغط على Connection. بعد ذلك سوف تنزل قليلا إلى الأسفل وتضغط على Create New Account. بعد ذلك Start وتقوم بإنشاء حساب جديد بطريقة عادية وروتينية، الإيميل والباسورد. أنا سوف أستعمل الإيميل مؤقت لأنه يعطيني إيميلات جاهزة ويسهل علي الوقت عن طريق موقع تومب ميل. سوف تضغط على كوبي وتقوم بلصق الإيميل هنا، وبعد ذلك تقوم بإنشاء الباسورد الخاص بك. بعد ذلك تضغط على Next، ومن هنا وهي أهم خطوة في هذا الشرح وهي الدولة التي سوف تختارها هنا هي نفس الدولة التي سوف ننشئ بها البايبال. يمكنك اختيار إما United Kingdom أو دولة كندا، أنا سوف أختار دولة United Kingdom. بعد ذلك تختار تاريخ الازدياد، ثم تضغط على Next. هنا سوف تقوم بإدخال معلومات الأدرس. نحن سوف نستعين بموقع Faket يعطينا معلومات وهمية. عند دخولك إلى موقع Faket سوف تنزل قليلا إلى الأسفل وتختار دولة بريطانيا، ها هي، تضغط عليها. بعد ذلك سوف تنزل قليلا إلى الأسفل وسوف تجد هنا المعلومات، ها هي السيتي، سوف تضغط عليها كوبي، ثم تقوم بلصقها في خيار الخاص بالمدينة. بعد ذلك هنا تختار إنجلند ونفس الخطوة مع البوستال كود، ها هو البوستال كود، تضغط عليه كوبي وتقوم بلصقه في الخيار الخاص به، ثم تضغط على Next. هنا يمكنك اختيار أي ID خاص بك، وهنا الاسم والنسب. بعد ذلك تضغط على Next ثم Continue، وبعد ذلك تضغط على هذا الخيار، والآن يطلب منا تفعيل الحساب عن طريق الإيميل. سوف تعود إلى موقع تومب ميل، سوف تجد رسالة خاصة بالبلايستيشن لتفعيل الإيميل. تفتح الرسالة وتضغط على Verify Now. ننتظر حتى يتم تفعيل الحساب، وها قد تم تفعيله بنجاح. بعد ذلك نعود إلى موقع بلايستيشن ونضغط على Already Verified. يمكنك تخطي هذه الخطوات فهي غير ضرورية. وها قد أنشأنا حساب البلايستيشن الخاص بنا بكل بساطة. بعد ذلك سوف تتوجه إلى موقع paypal.com/ وتضيف UK الخاصة بـ United Kingdom. كما قلت الروابط سوف تجدها في صندوق الوصف.
وتضغط على Log In. ثم هنا تختار Sync Up، هذا الخيار تتركه كما هو، تضغط Continue. بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب جديد كما فعلنا مسبقا، هنا تختار الاسم وبعد ذلك النسب ثم الإيميل. سوف أعود إلى موقع Thumbmail لكي أقوم بنسخ الإيميل. هنا تضع الإيميل وتضع الباسورد الخاص بك. هنا سوف يطلب منا معلومات الأدرس، سوف نستعين أيضا بموقع Faket. نعود إلى الموقع، نقوم بنسخ البوستال كود ثم نقوم بلصقه هنا، بعد ذلك نقوم بمسح فقط رقم 1 أو 2. سوف يعطينا البايبال الخيارات، سوف نضغط على أي خيار وسوف يسهل علينا عملية ملء جميع الخانات حيث أنه سوف يملأها تلقائيا. تبقى لنا رقم الهاتف، سوف نعود إلى موقع Faket لكي نقوم بنسخه. ها هو رقم الهاتف، نقوم بلصقه في الخيار الخاص به. ثم هنا تاريخ الازدياد، حاول أن تضع تاريخ ازدياد لكي يكون السن أكثر من 18 سنة. سوف أقوم بمسح هذه الأرقام لأنها موجودة أصلا في البداية، ثم توافق على الشروط وتضغط على هذا الخيار. وها قد أنشأنا حساب البايبال بكل بساطة. الآن سوف نقوم بربط حساب البايبال مع حساب البلايستيشن الخاص بنا. من موقع بلايستيشن سوف تضغط على هذا المربع وتختار Payment Management. ننتظر حتى يتم تحميل الصفحة. بعد ذلك سوف تضغط على الخيار الأول Add Payment Method وتختار الدفع عن طريق البايبال، وهنا سوف يقوم الموقع البلايستيشن بربط الحساب تلقائيا مع موقع البايبال. تضغط على هذا الخيار وها قد تم ربط الحساب بكل بساطة. تضغط على دان. الآن الحساب أصبح جاهز لطلب اشتراك البلايستيشن الخاص ب 14 يوم أو طلب نسخة PS Now. سوف نتوجه إلى موقع البلايستيشن. الآن يمكنك تسجيل الدخول مباشرة عن طريق البلايستيشن الخاص بك، لكن أنا سوف أقوم بطلب النسخة من الموقع. سوف تضغط على ستور، بعد ذلك PS ستور. وهنا إذا أعطاك هذه الرسالة فقط قم بالضغط على الخيار الأزرق المتواجد في الصفحة. بعد ذلك إذا لم تظهر الصفحة كل ما عليك سوى الضغط على خيار البلايستيشن ستور المتواجد في الأعلى. وبعد تحميل الصفحة سوف نضغط على هذا الخيار لكي نطلب النسخة التجريبية لـ PS Now. ها هي نسخة الفري، تضغط عليها. بعد ذلك تضغط على Subscribe. بعد ذلك تضغط على Order and Pay. وسوف يتم الاشتراك بكل بساطة. والآن أصبح الحساب جاهز وبه اشتراك 7 أيام. يمكنك تسجيل الدخول بنفس هذا الحساب على البلايستيشن الخاص بك، وسوف تجد في ستور اشتراك 14 يوم الخاص بالبلايستيشن بلوس. تقوم بطلبها وتفعيل الحساب على البلايستيشن الخاص بك لكي تستفيد جميع الحسابات المتواجدة على البلايستيشن من اللعب أونلاين. هذا كل ما في الأمر، طريقة سهلة وبسيطة كما قلت مسبقا، وجميع الروابط سوف تجدها في صندوق الوصف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك واشترك في القناة، فعل زر الجرس. كان معك بلال من قناة بلال الواسكا، وإلى اللقاء.